تزامنا مع الدعوات بمواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الاحتجاج بسبب نذرة المواد الغذائية وغلاء أسعارها، قدم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اعتذارا للمواطنين بسبب نذرة المواد الغذائية والاستهلاكية خاصة المدعمة. وجاء اعتذار الوزير الأول الجزائري خلال جلسة لعرض حصيلة الإنجازات السنوية لحكومته، وردا على تساؤلات للنواب حول سبب تسجيل ندرة في عدة مواد استهلاكية مدعمة من الدولة بالأسواق. وأضاف المسؤول الحكومي: أعتذر لكل ربي بيت وربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك، وأعدهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين. وأشار الوزير إلى أن هذه المواد المفقودة في الأسواق يتم تهريبها لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا من قبل، فيما تؤكد جمعيات للدفاع عن المستهلك في الجزائر إن الأسواق تشهد ندرة حادة في مواد واسعة الاستهلاك مثل زيت المائدة والحليب والسميد واللحوم والفواكه والأسماك. في الوقت الذي يشهد المغرب خيرات من المواد واسعة الاستهلاك لا أحد يسأل عنها، لا طوابير للذل والعار مثل الجزائر، شاهد زيت المائدة والخضر والفواكه والأسماك، إنتاج المغرب 100%، عيب وعار، في دولة بترولية مثل الجزائر، يعتذر فيها الوزير بسبب ندرة المواد الغذائية والاستهلاكية خاصة المدعمة في سنة 2022.